أفاد مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني سيطرت على أولى مناطق مديرية الأحاز من ضمن تقدمها المحرز في شرق الجوف. وقال قائد الجبهة العميد صالح الروسا أن الأيام المقبلة ستشهد تحولات نوعية في مسار العمليات العسكرية. وفي السياق ذاته قالت المنطقة العسكرية السادسة أن قواتها تحاصر عناصر ميليشيات الحوثي في منطقة المرازيق شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف. وأكد قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي أن العدو الحوثي في انهيار مستمر وأن عناصره التي يحشدها بصورة يومية تأتي إلى فوهة بنادق الجيش الوطني التي تحرق تعزيزاته الميليشياوية وتنهي تحشيداته بشكل دائم في مختلف جبهات محافظة الجوف. أفادت مصادر ميدانية أن المواجهات المسلحة بين أبطال الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الإرهابية أسفرت عن مصرع 20 حوثيا وإصابة عشرات آخرين من عناصر الميليشيات في معارك مع قوات الجيش الوطني جنوب محافظة مأرب. هذا وتمكن أبطال الجيش الوطني ورجال القبائل من أسر قيادي ميداني لميليشيا الحوثي وأربعة من مرافقيه في الجبهات الغربية لمحافظة مأرب، فيما فشلت الميليشيات المدعومة من إيران في استعادة مواقع خسرتها جنوب المحافظة. وقال مصدر ميداني أن عملية استدراج ناجحة بجبهة المخدرة أفضت إلى أسر ركن استطلاع ميليشيا الحوثي بالجبهة المدعو نجيب محمد أحمد الأسدي مع أربعة من مرافقيه. وفي جنوب المحافظة تمكنت قوات الجيش ورجال القبائل من كسر هجمات حوثية على عدة سلسلة جبلية قريضة بمديرية رحبة، وفي إطار محاولة الميليشيات استعادتها بعد أن خسرتها في وقت سابق الأسبوع الماضي. لقي القيادي في ميليشيات الحوثي الإرهابي المدعو عبد الوهاب محمد علي بدر الدين الحوثي برصاص قوات الجيش الوطني إثر إفشال هجوم استهدف مناطق محررة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة. وبحسب مصادر عسكرية فإن القيادي الحوثي المدعو عبد الوهاب محمد علي بدر الدين لقي مصرعه بنيران القوات المشتركة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، مضيفا أن مصرع القيادي جاء عقب ساعات فقط من مصرع عدد من قيادات الميليشيات الحوثية الإرهابية بينهم قائد كتيبة تدخل السريع أبو طه المرتضى وجرح عشرة آخرون. داهمت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا على متن عشرات الأطقم العسكرية منطقة الحيمة بمحافظة التعز، وشنت حملة اقتحامات واختطافات ونهب للمنازل ومجوهرات النساء بمشاركة عناصر من كتيبة الزينبيات. وقال شهود عيان ومصادر محلية متطابقة أن عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية نفذوا حملة تنكيل جديدة بحق أهالي الحيمة بعد اجتياح المنطقة وارتكاب انتهاكات إنسانية ترقى لمستوى جرائم الحرب. وأضافوا أن مسلحي الميليشيات اقتحموا عشرات المنازل بعد كسر أبوابها واعتقلوا عددا من الشباب، كما نهبوا أثاث المنازل ومجوهرات النساء. قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن المدينة تعيش أزمة وقود حادة وسط اتهامات لميليشيات الحوثي بافتعال الأزمة في مسعى منها لتعزيز السوق السوداء. وأشارت المصادر إلى أنه خلال الأسبوعين المنصرمين عادت أزمة الوقود من جديد، مضيفة أن الميليشيات الحوثية هي من تدير السوق السوداء ولا تسمح لمحطات الوقود بالتعبئة. وأضافت المصادر أن غالبية محطات الوقود أغلقت أبوابها أمام المواطنين منذ أيام.